بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. جات لي قصه لطيفه كده الناس بتبعتها لبعضها على الواتساب، قريتها وعجبتني وقلت لازم احكيها لكم. عن واحد كان بيزور المانيا، وكان بقى وهو رايح يزورها متوقع بقى انه البلد اللي بتنتج اغلى واشهر عربيات في العالم اكيد اهلها وناسها هيكونوا عايشين حياه فاخره زي العربيات اللي بيصنعوها بالظبط. ده كان انطباعه قبل ما يزور البلد. المهم اول ما نزل صحابه رتبوا له عزومه في مطعم من المطاعم هناك، فبيقولوا هم داخلين المطعم وكده لاحظ انه ايه، يعني المطعم ما كانش مليان قوي، كان في ترابيزات كتيره فاضيه، وكان يعني في ترابيزه عليها ستات كبار في السن كده، وترابيزه تانية عليها اتنين كابلز، واحد وواحده يعني قاعدين مع بعض بيتغدوا، وقدام كل واحد فيهم كده طبق، يعني في كميات كده يعني صغيره جدا، وكل واحد قدامه علبتين ايه كانز. فقال بينه وبين نفسه ايه، يا ده زمان البنت ولا الست اللي قاعده دي بتقول ايه البخل اللي الراجل فيه ده، لانه عندنا بيقيسوا الكرم والبخل بكم الاكل اللي بيطلبه بالبقشيش بقى اللي بيدفعه. المهم الشباب الصحاب يعني كلهم دخلوا المطعم وكانوا جعانين، فافتروا في طلب الاكل، ويظهر بقى انه صحابه يعني حبوا يوجبوا معاه بما انه يعني اول مره يزورهم، فطلبوا اكل كتير جدا. المهم كالوا اللي كالوه وشبعوا كالعادة يعني، وسابوا بواقي كتير جدا على الترابيزة، وحسبوا وقاموا علشان يمشوا. قامت الستات الكبار ما صدقوش نفسهم، ندهولهم وتقريبا قعدوا يقطموا فيهم ازاي يجيبوا كل الاكل ده وهم مش هياكلوه. فواحد منهم يعني ايه الرغي اللي انتوا فيه ده، قال لهم انتوا مالكوا، يعني فلوسنا واحنا احرار فيها. فالست بقى ركبها العصبي وقامت متصلة كده، ماسكة التليفون وقامت متصلة بهيئة ألمانية كده، يعني مش عارفة معنية بإيه بالظبط، إنما طبعا في دقايق ظهر ضابط من الهيئة دي وقال لهم إيه، لازم تدفعوا غرامة على الأكل اللي هيترمي ده، ماليش دعوة أنتوا دفعتوا فيه كام ولا ما دفعتوش، ولا دفعتوا حسابه ولا ما دفعتوش حسابه، مش قصتي أنا، أنت حر في مالك إنما مش حر في الموارد عشان تهدرها. المال مالك انما الموارد دي ملك المجتمع، في ناس كتير في حتت متفرقه في العالم مش لاقيه لا الاكل ولا الموارد اللي انتوا بتهدروها دي. وقام بقى خاتم وقال لهم بعد كده، بعد ما دفعهم الغرامه قال لهم بعد كده تطلبوا اكل على قد استهلاككم. القصه خلصت، بس انا الحقيقه وانا بقرا القصه دي يعني حاجه تكسف الواحد، اتكسف من نفسه من كتر الكميات اللي الواحد يعني بيطلبها بره، او العيال يطلبوها ونصها يترمي، او نعملها في البيت ومحدش ياكل حاجه، يعني تكسف. احنا اصلا شعب بيحب الفشخره في الاكل، ولو عملنا عزومه تلاقي دايما الكلمه اللي بتتقال في كل البيوت ايه، احنا نعمل الاكل بزياده مش هيخسر، انما يا دي العيبه نعمل اكله في العزومه على القد والناس تاكل كده والسفره تخلص، دي تبقى عيبه كبيره قوي. المهم لما مرات خالي أمريكانية هي جت يعني مصر تقريبا أغمى عليها من كم الأكل اللي اتعزمت عليه، كل الأصناف، كل ما تروح عند حد يعمل لها ترابيزة السفرة دي كل الأصناف. في حين بقى إنه في ناس، لما ناس قرايبنا راحوا أمريكا وهي عزمتهم، فعملت لهم عزومة على إيه؟ عملت لهم عزومة على رغيف عيش، والله العظيم رغيف عيش فينو هي اللي خبزاه. يعني مش مهم بقى هياكلوا معاه إيه، المهم إن هو ده يعني ده الإفيه، ده المين ديش ونجم العزومة، وده الحته اللي في الفرن، يعني هي عزماهم علشان يدوقوا العيش بتاعها اللي هي عاملاه لهم. طبعا الناس اللي راحوا جالهم احباط وخرجوا طلبوا اكل بره. الشاهد انه بره الخواجات يعني ناس بسيطه وما عندهمش حاجه يكسفوا منها، ولا يعني بساط جدا، والموضوع الفشخره والكلام ده مش في دماغهم. انما احنا بقى ماديين بزياده، حافظين كل الاحاديث والايات القرانيه اللي يعني بتذم في التبذير والمبذرين، بس الحقيقه ما بنعملش بيها. واحيانا بنصل لمرحله من السفه في الصرف على شكليات ورفاهيات، في حين انه الاساسيات عند ناس كتير قوي مش موجوده ومش لاقين يجيبوها. وده اللي حصل لما الامام محمد عبده سافر اوروبا وشاف الاجانب بيتصرفوا ازاي، فقال لك رايت اسلام بلا مسلمين، وهنا في مسلمين بلا اسلام. ويمكن تكون دي من اهم الحجج اللي بياخدها المشككين في الإسلام كذريعة ودليل على عدم صحة هذا الدين. ليه بقى؟ لأن هما بياخدوا أفعال المسلمين ويلاقوها عكس التعليم وعكس الأحاديث وعكس القرآن اللي ربنا منزله، فيقول لك الله طب أصدقهم إزاي وهما بيقولوا حاجة ويعملوا عكسها. طيب إحنا بقى مكملين حوارنا الممتد مع فضيلة الشيخ خالد الجندي، وهنرد على المشككين في الإسلام الذي نفهم ونحفظه
ونعيش بيه، مش نحفظه ونركنه على جنب ونعيش بدماغنا. هنسأل فضيلة الشيخ خالد الجندي اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوا أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.